أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية: الحوثي يستبدل الموظفين بأتباعه، حالة هجرة غير مسبوقة من اليمن. العربي الجديد تقول: المنظمات الدولية تقلص مساعداتها الإغاثية لليمن. وبسبب فيروس كورونا انخفاض كبير في مستويات التلوث بالصين. أهلا بكم. نزحوا من مناطق أخرى إلى مركز مدينة الجوف وحاولوا هناك أن يجدوا لهم مكان للعيش، لكن الحرب تابعتهم واضطروا لمغادرة الجوف باتجاه مارب وعنوان موقع المصدر أونلاين. نزوح كبير للأهالي من مدينة الحزم بالجوف بعد ساعات من سيطرة الحوثيين. قال الموقع إن العشرات من سكان مدينة الحزم مركز محافظة الجوف نزحوا إلى مدينة مارب شرق صنعاء عقب سيطرة ميليشيا الحوثي على المدينة بعد معارك ضد القوات الحكومية. وقال المصدر المحلي للمصدر أونلاين إن عشرات السيارات التي تقل مواطنين وصلت إلى المدينة بعد أن سلكت طرقا صحراوية بين المدينتين لتفادي القصف الحوثي على الطريق الرئيسي الرابط بين الحزم ومارب. وأشار إلى أن مدينة مارب تشهد ازدحاما كبيرا بالنازحين، بينما تحاول سلطات المدينة تهيئة الأوضاع لاستقبالهم. حالة إحباط مست معظم المواطنين الذين كانوا متمسكين بالبقاء في مناطقهم، لكنهم أصبحوا يبحثون عن أي طريق للخروج من البلاد ووفقا لموقع الصحوة نت. فيما الحوثي يسرح الموظفين ويستبدلهم بأتباعه، حالة هجرة غير مسبوقة من اليمن. يستدل الموقع بحالة الازدحام المتواجدة على أبواب مصلحة الهجرة والجوازات في عدن. يقول الموقع: هاجر عشرات الآلاف إلى المملكة وكل دول العالم للعمل واللجوء، وطوابير الجوازات تشهد على حالة الهجرة المرتفعة. يفيد أن الذين لم يتمكنوا من الهجرة ظلوا يترقبون فرصة ويتحسرون على ما وصل إليه الحال. وقال أستاذ جامعي للموقع أنه أحد الذين سرحتهم ميليشيا الحوثي من وظائفهم على ذمة وقفة احتجاجية للمطالبة بالمستحقات، وتابع: حاليا لا يوجد مكان أقضي فيه الوقت سوى الرصيف، أنا وغيري، وطوال الوقت نظل نناقش أوضاع البلاد ونفكر بالمستقبل المجهول لأولادنا. التخلي عن عنصر القوة مقابل وعود هشة. تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله الذي تنشره بلقيس. لنتذكر أن مباحثات السلام في ستوكهولم وما خرجت به من اتفاقات كانت قد وصفت بأنها محطة على طريق الحل الشامل، ذلك ما خطب به الجهد الدولي العالم يوم ذاك، وما حشد ونظر له الكثيرون بعناوين إنسانية وأخرى سياسية أكدت التزام الحوثيين للمبعوث الدولي بالانسحاب من الحديدة وموانئها مقابل أن يوقف الجيش الوطني زحفه لاستعادتها بالقوة. الجميع يعرف أن تحقيق هذا الهدف كان قاب قوسين أو أدنى، وهو الذي كان سيغير مجرى الأحداث بالكامل. لم تكن المباحثات مجرد محاولة دبلوماسية لبناء ثقة كما يراها هؤلاء اليوم، لقد كانت كما قالوا يوم ذاك محطة هامة على طريق الحل السلمي وشتان ما بين الاثنين. أمر غير مفهوم بالمرة أن تتحول من محطة للسلام إلى مجرد مشاورات لبناء الثقة. كان البعض قد انتقد ما أبنيناه من محاذير تتعلق بدواعي أن تقدم الدولة تلك التنازلات في أهم الجبهات التي كانت تشكل مصدر قوتها في المواجهة مقابل وعود هشة. وعندما جادلناهم يومها بحقيقة أن ما تقدمه التجارب البشرية من نماذج لمقاربات تاريخية تم فيها التمسك بنقاط القوة هي ميراث لا يجب تجاهله في مثل هذه المنعطفات الحاسمة
رد علينا البعض أن شروط تحقيق السلام قد نضجت في هذه الجبهة، وأنه من الضروري التقاط اللحظة. انتظرنا هذه اللحظة، فإذا بالحديث عن السلام قد أخذ ينقلب ضداً على كل ما بشر به هؤلاء، وخاصة بعد أن سخر الحوثيون من الاتفاق وقمعوا جحور واستولوا على العود وهاجموا الضالع والزاهر في البيضاء وأشعلوا معارك نهم والجوف وتبنوا خطة عسكرية شاملة للانتقام لمقتل سليماني. هل سبق لكم أن سمعتم عن جامعة دون أبحاث تطبيقية؟ وإن كان هذا نادرا فقد حان وقت ذلك. الجامعة هي جامعة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، ووفقا لموقع المشاهد نت، إمكانات شحيحة وصعوبات تواجه الباحثين في جامعة صنعاء. يقول فني يعمل في قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة صنعاء إن آخر الأبحاث التي يهتم بها الدارس عقب سيطرة الحوثيين انقطاع المرتبات بشكل أساسي وعدم توفر مصدر آخر للدخل والحياة المعيشية وصعوبة الإيفاء بالالتزامات الأسرية. باحث آخر يقول إن التحدي الحقيقي الذي يواجه الباحث في العلوم التطبيقية هو الجانب الاقتصادي الذي يؤثر على اختياره لموضوعات غير مكلفة نوعا ما. ومن المشاكل أيضا رداءة خدمة الإنترنت وعدم توفر المراجع العلمية الحديثة في المكتبات وعدم توفر المواد والأدوات المتعلقة بالبحث التطبيقي تجعل الباحث يضطر إلى استيرادها من الخارج وتكون كلفتها باهظة جدا عليه. ويرجع الدكتور إبراهيم لقمان عميد كلية العلوم التطبيقية الصعوبات التي يواجهها الباحث في الكلية إلى ثلاثة مشاكل رئيسية. أولها ندرة المصادر والمراجع العلمية، فالكلية ليس لديها اشتراكات في مجلات علمية خارجية لمواكبة آخر الأبحاث العلمية الخارجية، وعدم توفر الإمكانات المعملية من الأدوات والمواد التي يحتاجها الباحث، وقلة الكادر الإشرافي المتمرس والذي لديه الخبرة في الأبحاث ذات الجدوى وصاحب الخبرة في النشر. يقول الموقع أن مخصص البحث العلمي الذي كان مقررا من وزارة المالية سابقا لم يعد موجودا بسبب الحرب. الكثير من الخدمات انقطعت، والكثير من الأساليب القديمة عادت إلى الواجهة في عدن منذ سيطرة المجلس الانتقالي. ووفقا لموقع عدن الغد، ازدهار تجارة الحمير بمدينة عدن. قال الموقع إن تجارة الحمير ازدهرت بمدينة عدن بعد أكثر من 100 عام على انقراضها، ولأول مرة بات للحمير سوق خاص إلى جانب الماشية بسوق السيلة بالشيخ عثمان. قال متعاملون في تجارة بيع المواشي أنهم يجلبون الحمير من الأرياف لبيعها في عدن، وباتت الحمير تباع بضعف سعرها في الأرياف. وفقا لعدن الغد، تستخدم الحمير لجلب المياه والأطعمة للساكنين في المناطق المرتفعة بعدن، وتحقق تجارة الحمير مكاسب مضمونة مع تزايد الطلب يوما بعد آخر. يؤكد الموقع تعكس هذه التجارة حالة التردي التي تعيشها مدينة عدن. وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان علق على المعركة التي تشهدها محافظة الجوف قائلا: حتى نكون أكثر دقة، فإن سقوط الجوف هو نتيجة وثمرة لخمس سنوات من سوء نية التحالف وغموض أهدافه الجلية الخفية. التحالف الذي بدأ بضرب جيش الشرعية في 2015 لو تتذكرون، وصولا لضربه على أبواب عدن قبل أشهر وفي عز النهار، يضرب جيشا بالصواريخ هو الراعي له ولقيادته، وما يزال يسمي نفسه تحالفا من أجل عودة الشرعية. تم إضعاف الشرعية وجيشها وبمساعدة صامتة وغبية من قيادة الشرعية. بالتوازي مع إضعاف الشرعية وجيشها، قامت السعودية وقبلها الإمارات بدعم الانتقال وتسليحه وتسويقه سياسيا وعالميا من قلب الرياض. لم يعد هناك سر فيما يحدث، أصبح اللعب على المكشوف. الانتقال يلتقي سفراء العالم في الرياض، بينما رئيس الشرعية مغيب في زاويته لا يكاد أحد يتذكره، وللأسف أنه يتحمل وزر معظم هذه الثمار المرة بل السامة. ضرب التحالف مقر المجمع الحكومي في الجوف،
هذا هو ما يفعله التحالف دائما، ضرب المباني والبنية التحتية، هذا هو ما يفلح فيه التحالف منذ سنوات. كل المباني الحكومية المهمة تم ضربها في طول البلاد وعرضها، هذا هو التحالف، هذه هي السعودية. تركت الحوثي يسقط الجوف وأكملت المهمة بأن ضربت أهم منشآت الجوف. لم تسقط حزم الجوف فقط، بل سقطت السعودية معه. تأمل الخريطة يا أغبى سياسيا على وجه الأرض. تقول صحيفة العربي الجديد إن التجاذبات المتعلقة بالمساعدة الإغاثية في اليمن دخلت مرحلة خطيرة إثر توجه الأمم المتحدة نحو تقليص حجم المساعدات، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار المجاعة. الحرب الدائرة منذ 5 سنوات أدت إلى ارتفاعات متصاعدة في أسعار السلع الغذائية بنسبة وصلت حوالي 200%، ووصول التضخم إلى قرابة 50%. يحتاج 22 مليون يمني بحسب تقارير محلية ودولية إلى مساعدة إنسانية، بينما يعاني نحو 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، منهم 10 ملايين يواجهون خطر المجاعة. ودخلت البلاد في انهيار اقتصادي شامل وانخفاض كبير في قيمة العملة الوطنية، إضافة إلى ارتفاع كلفة سلة الغذاء 60%. ذكر تقرير صادر عن قطاع الدراسات الاقتصادية أن معدل التضخم التراكمي لأسعار المستهلك ارتفع بحوالي أكثر من 110% في ديسمبر 2018، واستكمل ارتفاعه بحوالي 10% في نهاية 2019. الأزمة الراهنة بحسب الباحث الاقتصادي فؤاد النقيب أدت إلى قيام التجار بتخزين السلع الغذائية وعرضها بأسعار مضاعفة في استغلال واضح لمشكلة المساعدات الإغاثية. فيما حذر أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء ياسين القاضي من تفاقم أزمة الإغاثة وما يترتب عليها من تأثيرات قد توسع رقعة الفقر الذي تجاوز المستويات القياسية، مع تهديد البلاد بمجاعة شاملة. الوطنيات العربية الحديثة، تحت هذا العنوان كتب سمير الزين مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد. لم يعد شعار مصر أولا حكرا على مصر، بل اتخذت هذه الصيغة أولويات صاغتها كل سلطة بما يتوافق مع مكانتها السياسية والجغرافية. أصبحت السعودية أولا، وسوريا أولا، والعراق أولا، إلى آخره، في وقت اتخذت الوطنيات الحديثة منطقة الثروة لأصحابها في دول الخليج تعبيرا عن الوطنية الحديثة هناك. أخذت في دول الشعارات القومية شكل تكريس الدولة الوطنية تحت الشعارات القومية ذاتها، على الرغم من أن السياسات التي اتبعتها هذه الدول تتناقض مع هذه الشعارات. فتحت هذه الشعارات، تدخلت سوريا في لبنان بموافقة أمريكية إسرائيلية طبعا، وحكمته ونهبته واعتقلت رجاله وأرهبت البلد 3 عقود، ولم تفعل شيئا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية عليه. كذلك رفعت سوريا شعارات القضية الفلسطينية، وكان الهم التاريخي لحكم البعث الإمساك بالورقة الفلسطينية وأخضاع القوى السياسية الفلسطينية لإرادته، وليس حال العراق البعثي مع صدام حسين أفضل. ففي ظل الشعارات القومية الداعمة لفلسطين، كانت الحرب مع إيران 8 سنوات، وعندما انتهت الحرب مع إيران وتحت الشعارات نفسها، احتل صدام حسين الكويت وجلب الكارثة إلى العراق وإلى المنطقة. لم تولد الوطنيات الحديثة في الدول العربية في سياق الانفتاح على الآخر وتعزيز التعاون معه، بل على العكس، ولدت في ظل انغلاق على الآخر الشقيق وانفتاح على الآخر العدو. هذا في السياسات الخارجية. وفي السياسات الداخلية ولدت الوطنيات الحديثة في ظل تشجيج سياسات القمع وسلب المواطن حقوقه من خلال حكم العصابات التي عملت على نهب بلدانها وإفقارها، لنكتشف مع ثورات الربيع العربي أن الخراب الذي سببته هذه السلطات لبلدانها أكبر من كل تصور. الصحافة العالمية تتحدث عن جندي هندي تجاوز بروتوكول بلاده الخاص بمنع الجنود من التدخل في الولايات التي لا يتبعونها، وعنوان موقع شبكة البي بي سي. شرطي هندي يتجاوز القانون لإنقاذ عائلات من الموت حرقا، وبحسب القانون الهندي الذي لا يسمح لرجال الشرطة
بعبور حدود الولاية التي يعملون بها إلى ولاية أخرى، ويتطلب الأمر الحصول على تصريح رسمي من شرطة دلهي حتى يتمكن الشرطي من دخول أراضيها، وهو ما لم يحدث. يقول الموقع: حظي شرطي هندي بإشادة كبيرة لدوره البطولي في إنقاذ عائلات خلال أيام من أعمال الشغب والعنف الديني في العاصمة الهندية دلهي، واندلعت أعمال شغب في المدينة يوم الأحد وأدت لمقتل 39 شخص وإصابة أكثر من 200. وقال نيراج جاداوان مراقب الشرطة في ولاية أوتار براديش المجاورة لمراسل البي بي سي في الهند أنه كان يقوم بدورية عند نقطة تفتيش حدودية عندما سمع أصوات إطلاق نار في حي مجاور في دلهي على مسافة 200 متر منه. قال الشرطي: اخترت العبور، كنت مستعدا للذهاب وحدي رغم إدراكي للخطورة وحقيقة أنه كان خارج نطاق سلطة القضائية. كانت تلك أكثر 15 ثانية مرعبة في حياتي. لحسن الحظ تبعني الفريق، كما أن رؤسائي دعموني أيضا عندما أبلغتهم لاحقا. أضاف: كان الأمر خطيرا لأن عدد المهاجمين كان يفوق عددنا، وكان مثير الشغب مسلحين. أخبرناهم أن الشرطة ستفتح النار فتراجعوا. أظهرت صور نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا كما ورد في صحيفة الشرق الأوسط انخفاض كبير في مستويات التلوث في الصين بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا والذي أدى إلى إغلاق مئات المصانع. وكشفت خرائط ناسا انخفاضا في مستويات ثاني أكسيد النيتروجين لهذا العام على خلفية الانخفاض القياسي بنشاط المصانع في الصين. فيي ليو الباحث والمختص في قياس جودة الهواء قال إن هذه المرة الأولى التي يشهد فيها مثل هذا الهبوط الدراماتيكي على مساحة واسعة لحدث معين. أضاف أن الانخفاض هذه المرة أسرع مما مرت به الصين من ظرف مشابه حين انخفضت مستويات ثاني أكسيد النيتروجين عام 2008 بشكل تدريجي أثناء الركود الاقتصادي. وتعد مدينة ووهان الصينية مركز وباء كورونا من بين مراكز الصناعات المعدنية تصمم فيها 60% من سكك الحديد للقطارات السريعة في البلاد، وتجذب مصانعها عددا هائلا من العمال. أحد قادة قوة الدفاع الإسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية وعضو مؤسس لمنظمة كسر الصمت إيهودا شاؤول يكتب عن ماضيه وكيف كان يتعامل مع الفلسطينيين حين يداهم منزلهم في الليل. يكتب ذلك وهو يريد أن يتخلص من ماضيه. أضاف في مقال ترجمته ونشرته صحيفة الغد: يعرف أي فلسطيني يعيش في الضفة الغربية سواء في نابلس أو رام الله أو في أي من قرى وبلدات جنوب الخليل أو غور الأردن معنى العيش مع الآثار الكبيرة والصغيرة للاحتلال العسكري على حد سواء. وعلى الرغم من أنني لا أعرف بالضبط كيف يكون العيش تحت الاحتلال، إلا أنني أعرف ما يعنيه القيام بتنفيذ هذا الاحتلال، حيث خدمت كجندي في جيش الدفاع الإسرائيلي في المجتمعات الفلسطينية التي أخضعتها إسرائيل للحكم العسكري لأكثر من نصف قرن. لقد وقفت عند نقاط التفتيش التي تقسم المناطق المختلفة في الضفة الغربية، ودخلت منازل العائلات في منتصف الليل للقيام بعمليات اعتقال وإجراء عمليات تفتيش، وفي أغلب الأحيان ببساطة لخلق شعور لدى السكان الفلسطينيين بأنهم مطاردون باستخدام اللغة الرسمية لجيش الدفاع الإسرائيلي. وقد أطلقت النار بشكل عشوائي على الأحياء السكنية باستخدام مدفع رشاش ردا على إطلاق النار على المستوطنات في الخليل. وفي أي منطقة معينة وأحيانا في الشارع نفسه فرضت نظامين قانونيين منفصلين، نظاما مدنيا يعطي حقوقا كاملة للمستوطنين الإسرائيليين، ونظاما عسكريا من دون أي مواطنة أو أي حقوق أساسية للفلسطينيين. هذا هو الواقع السائد على الأرض في عام 2020، وعلى الرغم من زعم كوشنر أنه يرى العالم كما هو، فإن هذا الواقع الذي يعرفه كل فلسطيني مقيم وجندي إسرائيلي في الضفة الغربية يبقى غير مرئي بطريقة ما. والآن تأمل خطة ترامب في أن تجعل هذا الواقع حقيقة دائمة للحياة، ومن خلال ضم جزء كبير من الضفة الغربية إلى إسرائيل
ووصف الأجزاء المجزأة المتبقية بدولة فلسطين، تحاول الخطة الحصول على موافقة المجتمع الدولي على إنشاء بانتوستانات معاصرة جديدة. بل إن البيت الأبيض قام حتى بمحاولة تستحق الرثاء لإخفاء تجزئة هذه الدولة كما هي بائنة على خريطته المفاهيمية، من خلال رسم سلسلة من الأنفاق والجسور المحتملة لربط أراضيها المنفصلة المشتتة. صور سياسية واجتماعية وحتى للحيوانات من صحيفة واشنطن بوست، وثقها مصوروها من مختلف أنحاء العالم، نتابع. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع، نتابعها في جولتنا لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى اللقاء.